وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون إخواني الكرام، هذه هي رقات النحل. انظروا معي جيدا، هذه الخلية لقد وجدت فيها أمهات كاذبة، وكانت لدي ملكة ملقحة، فقمت بوضع الملكة في هذه الخلية مع علم أنني لم أقم بنفض الخلية وقتل الملكات الكاذبة ونزع البيض المكذب والعرقات المكذبة، لم أقم بأي شيء، فلم يكن لدي الوقت، فقمت مباشرة بضم الملكة إلى الخلية. وبعد مرور أسبوع تفقدت الخلية، فوجدت أمام باب الخلية كما تشاهدون هذه اليرقات الميتة هنا، وكذلك يرقات كثيرة على الأرض. انظروا معي، ووجدت نحل كما تشاهدون، يرقات ميتة، انظروا، ونحل ميت، انظر. فماذا يعني هنا أخي الكريم؟ هناك من يقول بأنك عندما تضع الملكة مع الملكات المكذبة تقوم الملكات المكذبة بقتل الملكة، فهذا خطأ إخواني الكرام. لا يمكن أن تقوم الملكات الكاذبة بقتل الملكة، بل بالعكس، ربما الملكة تقتل الملكات الكاذبة، لأن الملكة تفرز فرمون ويشم النحل هذا الفرمون، فيعرف بأن الملكة موجودة، فماذا يفعل؟ يقوم بالبحث عن الملكة، وعندما يجد الملكة قوية وفتية يقوم بتغذيتها بالغذاء الملكي. والملكات الكاذبة هناك من تقوم بالتوقف عن البيض مباشرة، وهناك من تدعي بأنها ملكة فيقوم النحل بمهاجمتها مباشرة. فلذا إخواني الكرام سأفتح الخلية أمامكم وأشاهد إن كانت الملكة قامت بالبيض أو قد قاموا بقتل الملكة. ابقوا معنا. قد فتحنا الخلية، سنقوم بالبحث. انظروا، انظروا إخواني الكرام، ها هي الملكة كما تشاهدون. لم يقم النحل بقتلها أو الملكة الكاذبة بقتلها، بل بالعكس، قام النحل بهدم جميع البيوت المذكرة، البيوت الذكور كما تشاهدون، وكذلك قاموا بنزع اليرقات وبيض المكذب للملكات المكذبة. يعني أنه الملكات الكاذبة لا تقوم بقتل الملكة الجيدة أي الملكة الملقحة. فلذا إخواني الكرام لا تقولون بأن الملكة المكذبة أو النحل يقتل الملكة الملقحة، بل بالعكس. انظروا هنا ماذا قام النحل، قام بتخريب جميع بيوت الذكور، هذه الذكور من ملكة مكذبة، الملكة الملقحة كما شاهدتم هنا إخواني الكرام. أين هي الآن؟ انظروا، انظروا معي، ما هي الملكة كبيرة وفتية كما أنها وضعت البيض. انظروا، إنها تقوم ماذا تفعل؟ سبحان الله، ماذا تفعل هذه الملكة؟
لم يقوم النحل بقتلها، ولم تقم الملكات الكاذبة بقتلها، حتى أنها غير مشوهة، يعني لم يحدث أي عراك بينها وبين الملكات الكذابة. ولكن إخواني الكرام، عندما شم النحل هرمون الملكة، إذا قام مباشرة بنزع اليرقات والبيض المكذب وإخراجه خارج الخلية كما شاهدتموه إخواني الكرام. والآن الملكة هنا تبحث عن البيض، ربما حسب ما أشاهدهما أنا شخصيا أنها تبحث على البيض غير مخصب وتقوم بنزعه. انظروا أنها تدخل رأسها في أي عين سداسية، أو أنها تقوم بالبحث عن مكان لوضع البيض. لكن عندما شاهدت أنا هذه العيون لم أجد بيض. انظروا، إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من الشرح. من لديه سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المتابعة. دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.